أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة جدا النهاردة وخاصة بنهديها للشعب الشقيق السعودية، كل الوطن العربي وكل أنحاء الكرة الأرضية فرحة وتهنئة للشعب السعودي بفوز المنتخب، وإن شاء الله هنصعد للنهائيات وندعو لكل الفرق العربية تفوز بإذن الله تعالى وتبقى الفرحة فرحة وطنية واحدة. فهنعبر عن فرحتنا بما أننا برنامج طهي، هنعمل الأكل النهاردة أكل سعودي. إيه المشكلة؟ نعمل أكل لطيف بخبرة سعودية لطيفة وجميلة. هنعمل الكبيس النهاردة والكبسة يسموها بالسمك الهامور، ودي الاسم العلمي والتنفيذ بتاعها، سمك الهامور، شريحة من سمكة الهامور. هنعملها كبسة النهاردة بالتوابل العربية اللي بتتكلم سعودي والرز البسمتي والخبرة الطهوية. معانا عدل الكبسة، سلطة الدجوس اللي هي الطماطم مع الفلفل الحار برضو لها تفاصيلها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تاخد توم ما تاخدش توم، تاخد كزبرة خضراء، هنشوف الكلام مع بعض. كمان في حلو مشهور جدا في المطبخ السعودي اسمه الحنين، اللي هو بيتعمل من التمر والموز بالدقيق الاسمر الموجود، هنشوف نعمله ازاي بتفاصيله. الحلو ده بجد كله طاقة وكله قيمة غذائية عالية جدا، لان بيحتوي على التمر والعسل لو احنا حابين، وله تفاصيل كتيرة الحنين. بما ان انا كنت عايش في السعودية فترة طويلة من عمري، فانا عندي هنا الخبرة الطهوية وخاصة للأكل السعودي زي القرصان، السليج، المرجوج، شوربة الجريش، الحنين، كل ده. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لمطبخنا السعودي النهاردة. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل المطبخ السعودي وعشقا للمطبخ السعودي والشعب السعودي. واللي بيحب شعب وبيحب ناس طيبين بيحب ياكل من اكلهم، ده الطبيعي. النهارده هنعمل الكبسه او الكبيس بالسمك الهامور، تفاصيله مع بعض على الشاشه. سمك فيليه هامور او ممكن قشر بياض او ممكن اي نوع من انواع الفيليه، بس انا حابب اعمله هامور عشان تبقى الأكلة أكلة سعودي. معانا رز بسمتي، معانا التوابل العربية اللي بتتكلم سعودي اللي هو اللومي، هنقول طبعا المسميات بتاعته في الخليج وهنا، اللي هو الليمون الجاف، القرفة اللي هي الدارسين، القرنفل اللي هو المسمار، والحبهان اللي هو الهيل، والورق اللورا، وبهار الحب اللي هو الفلفل الأسود المجروش. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بكل التفاصيل. ممكن على فكرة تعمليها بالسمك الكنعد، ممكن تعمليها اللي هو الدراك بيسموه برضو، حسب ما انت حابه، ولكن انا حابب النهارده اعمله بالسمك الهامور. معانا معلقتين من الزيت، من اشهر الاكلات في المطبخ السعودي طبعا القرصان، السليج، المرجوج، اهو شوربه الجريش، معلقه سمنه حلوه، حلو الكلام. بنحط بصلايه ناعمه تتحمر، دي الكشنة بتاعت الكبسة أو الخلطة بتاعت الكبسة، بصلية تتحمر كده، وهي بتتحمر في نوعين من التوابل، بهارات ناعمة وبهارات خشنة. بصلية كده زي الفل، مش هنزل بالتومة خالص دلوقتي. عندنا البهارات الجميلة الحلوة دي كده، الدارسين اللي هي القرفة، القرنفل اللي هو المسمار، الحبهان اللي هو معايا ده كده، الورق اللورو زي الفل، حبيتين اللوم الحلوين. بناخد واحدة من دول بنكسرها كده بالسكينة، بنحطها هنا كده، بتدي المزازة والطعم لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. اهو شفت بقى الطعم هنا في البصلية كده، بتتكلم سعودي. خدت التوابل العربية، هم خمسة، عدوهم على صوابع ايدك الخمسة، اللوم، الليمون الجاف، اي كبسه لازم تاخد البهارات دي، القرنفل، القرفه، حابه تحط جنزبيل اهلا وسهلا. نحط التوم بتاعنا، حلو، مكعب زبده يساعد على الاحمرار جيدا بالشكل ده كده. نعمل التتبيله بتاعه السمك الهامور بتاعنا واحنا واقفين كده مع بعض، كسرولة ازاز، نشيل خلطة الدجوز دي على جنب. الدجوز دي سلطة معروفة في المطبخ السعودي أو الخليجي أو الكويتي، عموما كل المطبخ الإماراتي، اللي هي بتبقى عدل الكبسة أو عدل البرياني أو عدل المندي.
معانا مشكلة يا مغازي مع السمك لما بنعمله كبسة ونعمله مع الرز بيتهري، شخصيته بتنتهي هنا. فتعالوا شوف الشيف المغازي هيعمل ايه. دول ده نشا، بنحط على النشا شوية دقيق صغيرين بالشكل ده كده، وهنتبل النشا مع الدقيق. هنا الخبرة الطهوية بقى، سمع هوس. بهاراتنا كركم، بابريكا، كمون، توابل السمك العادية، على الدقيق وعلى النشا، ملح وفلفل. التوابل دي غير التوابل الخشنة اللي أنا حطيتها بتتحمر في قلب الزيت والسمنة. حلو قوي، تمام. كزبرة ناشفة، لا ما يتحط الزعتر خالص يا غالي، انت ايدك واخدة على الزعتر انا عارف. كل دول مع بعض بنقلبهم كويس. حلوة بالشكل ده كده، ونخليهم على جنب. دقيق مع نشا مع توابل لطيفة وجميلة، اهو حلوة. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بجيب كسرولة او بولة ازاز زي دي كده، بحط فيها ماء مسلج او مية ساعة عموما. عايز اعمل بقى تركاية بقى لما نعمل اكلة بمزاج وبحب وبنسبة جميلة، العالم كله امبارح كان فرحان والشعوب العربية كلها، فلازم نعملها بمزاج. هحط في المية دي يا عم الشيف شوية بهارات وشوية دقيق صغيرين كده من اللي انا حاطط عليه توابل، واضربهم بالمضرب. وعندي زيت شديد الحرارة، شوف الحلة اللي على النار دي كده فيها ايه دلوقتي، فيها الابداع، بصلاية مع تومة مع بهارات عربية. هاخد الخلطة اللطيفة دي كده واسقط فيها السمك الهامور بالشكل ده كده واحطها هنا. بص عليا، تاني كمان واحدة، اللهم صل على النبي. يلا مع بعض، يلا مع بعض نشوف الخبرة الطهوية والإبداع. ده سمك فيليه هامور. كمان التالتة، في قلب الكاسرولة، دول سمكتين كبار سحبناهم خليناهم، ونخليه هسة كده في قلب الخلطة. حلو الكلام، ونشوف ايه اخبار البصلاية مع التومة مع البهارات العربية. ركزي معايا عشان الموضوع هنا مهم جدا. عايزاها كبسة بالطماطم حط طماطم، عايزاها كبسة بلون البصلة والتومة انت حرة، ولكن انا شخصيا بحبها من غير طماطم. حلو قوي يا عم الشيف. بنعمل ايه بقى كده؟ بنحط شقشاء ميه صغير، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، تتكلم عربي. وناخد بعضينا وناخد السمك كده في الخلطه دي، ونروح عند الزيت يا عم الشيف. يلا على الزيت، يلا على الزيت، صل على الحبيب قلبك يطيب، العب يا سمك. نخش على اللي بعده. زي ما هي كده هسه، ما ننزلش بالتانية خالص دلوقتي. تاخد البصمة بتاعت الزيت، يلا يلا يلا، العب يا سمك، وهكذا. هتعمل الأربعة يا شيف؟ انا هعمل اكبر سرفيز من الكبسة النهاردة. خلي دي على جنب، ناخد دي من هنا كمان عشان نوسع لنفسينا. حلو، ونشيل ده كله من هنا، اللهم صل على النبي. واحدة واحدة مع بعض عشان بنعمل كبسة النهاردة سماهوس. ونشيل الحاجات دي كلها من هنا. ونروق مطبخنا كده أول بأول. وندي فرصة للسمك اللي في الزيت يتحمر ويبقى كريسبي لطيف، مع الكبسة له شخصيته، مع الرز والخلطة والكشنة له شخصيته، واحنا مع بعض مطبخك رايق وزي الفل. الكشنة جاهزة اهي، بص عليها كده مخرجنا الجميل. بصل، توم، تبلناهم، حطينا عليهم البهارات العربية، لومي، ليمون جاف، هيل اللي هو الحبهان، المسمار اللي هو القرنفل، كل ده مع بعضه. واديها شقشاء مية تاني صغير كده، واخد طعم البصلاية كأني بعمل صيادية. هو الطعم هنا.
زي الفل. ونبص على السمك اخباره ايه، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. اهو 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 لسه ما خلصتش. يلا نشيل دول مع بعض. اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. زي ما هي كده اهو. تساعدني الطاسه دي ونحطها هنا. الله. اللي بعده اهو. ايه الحلاوه دي اهي. واللي بعده اتعلموها بقى اهي. حلو. ناخد اللي معانا في الطاسه هنا، شايفين كده مطبخي كراية الحديد، يعني احنا ممكن نركز مع السبانخ شويه. السبانخ يعتبر نوع من انواع الخضار غني جدا بالحديد، بس عشان نستفيد بالحديد اللي موجود فيه نعصر الليمون على السبانخ بعد ما تبرد يا ست الكل، للحفاظ على نسبه السبانخ اللي موجوده فيه. شايفين السمك الامور. طب فين الرز يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك، انت مستعجل ليه؟ احنا ورانا حاجه. الرز بتاعنا البسمتي زي ما هو كده، في شويه ميه على النار كانك بتسليه مكرونه. بنحضره كده ونحله. وهاخد بعضينا ونطلع فاصل صغير على الرز بتاعي ما يحل كده ويبقى تقريبا نص سوا مع ميه وبس وشويه ملح صغيرين. ما تحطش توابل، توابل هنا، خبره الطهويه هنا، طعم السعودي هنا. السمك بشخصيته هنا. وهناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل أكلة عربية أصيلة بمناسبة فوز المنتخب السعودي وبطريقتنا إحنا على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية. بنقدم التهنئة بأكلة حلوة من المطبخ السعودي. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل مع بعض. للأمانة ما عملتش أي حاجة غير إن روقت الكاونتر بتاعي وشلت الحاجات اللي ملهاش لازمة وخليت اللي له لازمة. السمك في قلب الطاسة مع الكشنة بنحضره، واللي اتقلى موجود معانا، ومعانا الرز البسمتي غلو على النار بالشكل ده كده، والحلة اللي احنا هنعمل فيها ونطبق فيها الكبسة بالسمك. طب هل يا شيف مغازي لو هنعمل كبسة بالفراخ بنفس المدرسة؟ طبعا لا. هنعمل كبسة باللحمة الضاني بنفس المدرسة؟ طبعا لا. هنعمل كبسة بأي نوع من أنواع الخضار مع اللحوم أو الفراخ بنفس المدرسة؟ هذا شغل، ده شقاوة مطبخ بيسموها بقى. شفت أنا بعمل شوية الرز دول اللي أنا حطيتهم في الأول دول خالص، دول بقى علامة الإيه؟ رز البسمتي. الليمون كده. ننزل كمان بشوية الرز بتاعنا. الله يا ويلي يا عم الشيف، يا ويلي يا عم الشيف، كله استيوا مع بعض. يا ويلي يا عم الشيف، العب يا سمك. شفت شقوة المطبخ ازاي؟ العب. اهو ده. حاضر عينيا. المخرج بيقول لي حطيت الرز في قلب الطاسة، ما هو الخير كله والخبرة الطهوية كلها في قلب الطاسة اللي أنا بدأت بيها الكبسة. واسيبهم على النار كده ياخدوا الفليفر والطعم. دول على فين؟ خليهم كده. عايز أنا الجو ده كده. تحميرت التوابل، اللومي، القرفة، الدارسين، القرنفل، المسمار يعني بيسموه. ناخد بقية السمك يا عم الشيف. شفت الرصة دي؟ عايزك تدلعني، استاهل ولا مستاهلش؟ شوية البهريز الحلوين دول عايزهم انا. اوعى تسيبيهم دول يا حاج، الله يرضى عليك، الا دول. ينزلوا على وش الرز كده. حلو قوي. اللهم صل على النبي. نوسع الدنيا كده، نجيب الحلة الحلوة دي كده وناخد بقية الرز ده كده. هتعملها زي كده؟
وانا واقف كده ويتأثر النار عليها خالص، هسة وهستين وتلات هسات تاخد راحتها خالص. خلي بالك اهو شوية رز بطعم السمك. جه طعم السمك منين؟ بالخبرة الطهوية. وانا شغال كده العب. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. الحلو جاي. شوية مية نقلبهم كده وناخدهم كده. اللهم صل على النبي. خلصت الكبسه يا عم الشيف. العب. ونغطيها. بجد خلصت؟ وقصر النار عليها وروق على البوتاجاز يا عم الشيف عشان الصوره الحلوه. نخش على اللي بعده. خش على الأكلة المشهورة والحلو المشهور في المطبخ السعودي، اسمه الحنين. حلو الكلام؟ أو الحنيز بيسموه. يعني هو من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة بيطلق عليه الاسم، ولكن أساسياته الدقيق الأسمر اللي هو الدقيق البر مقادير على الشاشة، وموز، وتمر اللي هي العجوة. حلو الكلام؟ ممكن يتعمل بالعسل، ممكن نكتفي بالسكريات اللي موجودة في التمر، مفيش أي مشكلة، ده اختياري، كل واحد وحالته الصحية. حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. طبعا عشان أقعد أعمل لي 20-30 حبة حنين اللي هي عاملة زي القطايف بتاعتنا هتاخد مني وقت، فأنا اخترعت اختراع حلو كده مع بعض، وده لكل الأمهات اللي بتشوفنا عايزة تعملي حنين، عايزة تعملي العصيدة بالطريقة الحلوة اللي أنا هشتغلها دلوقتي. طبعا بنشتغل في حلو، الطبيعي ان احنا ايه نغير الجلافزات بتاعتنا ونغير السكينه ونغير البلانشه وكل حاجه. في صينيه بتسخن في الفرن. بص على مخرجنا الجميل. بنجهز ورقه زبده للصينيه دي. خلي بالك بقى هنا بقى السرعه الطهويه زي ما بيقولوا. حلو الكلام؟ الصينيه هنا بتسخن جامد في الفرن، خليها تسخن زي ما تسخن، هي كده اهي. ونعمل خلطه الحنين. معانا التمر، معانا الدقيق الاسمر، معانا الموز، دي المقادير بتاعته بكل بساطه، ومعانا الزبده. نشيل البصل والثوم ده من هنا ونشوف نعمل العجينه ازاي بتاعتنا. بوله ازاز. حلو الكلام؟ زي دي كده ماشي، مش هتقول لا. بناخد الدقيق الاسمر ده كده، مقادير شفناها على الشاشة. بناخد على الدقيق ده شوية دقيق أبيض صغيرين. الكبسة أنا مهدي النار عليها خالص. اتقل على الكبسة لما تستوي. حط معلقتين دقيق أبيض عشان مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق الأبيض غير الدقيق الأصفر، بتدي عملية تماسك. أهو تقلبوا مع بعض. ذرة ملح صغيرة. أنا شخصيا بحب شوية كركم صغيرين عليها كده. بدلعها بقى، افتكاسه مني بقى. اهو خد اللون ده كده. اهو شويه سكر. لا مش تاخد خميره خالص. حلو. وميه. ونعجن العجينه الحلوه بتاعتنا. ولا بيض، انت مش بتعمل كيكه يا غالي. ونقلبهم كده. بخبرتي طبعا لان عشت في السعوديه عمر كبير من عمري، يعني قعدت تقريبا 18 سنه، فعندي الخبره الطهويه الكافيه اللي تعمل اي اكله عربيه بكل ثقه. التقليبه دي كده اهو محتاجه شويه ميه كمان، ننزل بدول كده. خلص الكلام. ونجيب الصينيه اللي في الفرن كانك بتعملي عجينه البان كيك. شفت الخلطة دي كده؟ نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا. اللهم صل على النبي. والتمر بتاعنا هنا، العجوة بتاعتنا اللي عند الفكهاني عند بتاع الخضار
بتأدي الغرض، ونجيب صينية من الفرن ونشيل ده من هنا كده، اللهم صل على النبي، ونحط عازل ما بين البلانشة وما بين الصينية، ده الطبيعي عشان دي سخنة خلي بالك، وشكلها طبعا اتغير نتيجة تعرضها لدرجة حرارة الفرن، اللهم صل على النبي. اهي دي السرعة بقى في المطبخ، ونحط ورقة الزبدة الحلوة، الله، وكمان واحدة زي دي كده، الله. هتعمل ايه يا شيف؟ اصبر على رزقك يا غالي. زبدة، وناخد العجينة اللي انا عملتها دي كده بنوزعها في الصينية وندخلها الفرن. مطلوب من الفرن يديني رقائق من عجينة الحنين اللي هو عبارة عن دقيق بر. ناخد الخليط ده كده نوزعه بالراحة، اللهم صل على النبي، بمعلقة كده، الله الله الله. نعم، طبعا لازم عشان ما تاخدش وقت كبير والعجينة تنشف منك، لازم الصينية تتحط في الفرن مسبقا عكس الكيكة. الكيكة بتولع الفرن وتدخل مقادير الكيكة في الفرن ودرجة حرارة الفرن 180، هنا بتطلع الصينية هنا درجة الحرارة بتاعتها والسخونة بتاعتها 180. حط ورقة الزبدة وتساوي العجينة دي كده، تطلع من الفرن زي زمان. الأكلة دي قريبة ليه بقى؟ حد يقول لي زمان أم الله يرحمها الحاجة كانت بعد ما تخلص الخبيزة العجينة اللي باية تحطها في قلب الفرن، تطلع بعد ما تستوي تكسرها بالسكينة وبإيديها، ترش عليها شوية سكر من بتاع التموين ونتغدى بيها، كانت صحة. تحفر الزلط، زي ما هي كده بتضحكوا، والله العظيم ده كان بيحصل. العجينة اللي باية من الخبيز تتحط في قلب صينية وتخش الفرن تستوي، تطلع من الفرن تكسرها بإيديها الحلوة رحمة الله عليها وعلى كل أمهاتنا، وبعد كده ترش عليها شوية سكر ناكل صوابعنا وراها. دي كانت الغدوة بعد ما نرجع من المدرسة. هندخل دي الفرن اهو، بعد ما ندخلها الفرن يا عم الشيف هنبص عليها كده، الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري مكانها هنا اهو، في درجه حراره في الصينيه فلازم احطها على الشبكه عشان تاخد اللون. هسيب الحنين بص عليه، حاضر، بص عليها تدفع كام، بص على الحلاوه، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. هنسيبها تستوي في الفرن، نكون جهزنا التمر والموز، ممكن نعملها بالتمر بس، ممكن نعملها بالموز بس حسب الرغبه، ولكن تروح تيجي هي كبسة السمك الهامور اهي، بص عليها كده اهي، مش بهزر انا. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار المطبخ السعودي النهارده، تهنئة بفوزه وان شاء الله الفوز الكبير عن قريب ان شاء الله. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الله الله الله، شو هذا؟ شو هذا يا اخي؟ كبسه سعودي زي ما قال الكتاب السعودي، بالسمك الهامور كل تفاصيلها حلو. انت اللي دخلت المطبخ هتعملها احسن مني، بس خشي انت عايزه تعملي حاجه حلوه. هنسيبها كده عشان نغرفها دلوقتي، بس خلونا نركز في الحنين. معانا التمر، تشيل النوى منه خلي بالك، تاخد الحرص الشديد عشان ممكن النوايا دي تيجي تحت سنة حماتك تحت دروسها. طب عملت ايه؟ توقفتك في المطبخ طول النهار ملهاش لازم، تحت سنة ماما لحد من الضيوف. زي زمان لما الواحد كان يلف سمبوسه، كيس السمبوسه يجي فيه دبوس كده بتاع الدباسه، يبقى الواحد تعبان والشغل طول النهار وفي مجموعات من الناس بتاكل. حصل معايا بالفعل، تلاقي الدبوس طلع لك في ايه؟ في سمبوسيه من السمبوسات، ياه بوظ التعب كله بتاع اليوم وكل الشهر. شايفه التمره؟ شايفه العجوه؟ ممكن تتعمل بعجوه؟ اللي عند البقال. ممكن نجيب شق تمر ونشيل النوى منه؟ بياخد مكعبين من الزبده دي بالتمر. عايز نعمل بالموز؟ هنعمل، نحط الموز على التمر، اهلا وسهلا مفيش مشكله. الحنين بالتمر او بالموز، دي زبده، عودين قرفه،
حاضر، عايز تشوف الكبسة؟ عينيا. نهدي النار شوية كده هنا زي الفل. هنغرف الكبسة الأول عشان نتفرج عليها كده، عشان نعمل سلطة الدجوز بتاعتنا. نجيب السرفيز الحلو ده اللي يستاهل الكبسة. اللهم صل على النبي. نجيب مغرفة حلوة. مهم جدا يا عم الشيف، الأكلة دي لازم ناخد الاحتياطات كلها. واحنا بنغرفها نحط دي هنا كده. خرجنا جميلة، أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة. هو ده. تعالوا مع بعض. اللهم صل على النبي. تيجي الكشنه كده من تحت لفوق مع السمك. شايف السمك له شخصيته ازاي في قلب الرز؟ شايفه بياض السمك ما بين الرز؟ شايفه لون الكهرمانه ده مع السمك الفيليه؟ مثلا يعني انا حطيت السمك زي ما هو، هتلاقيه اتهرى في قلب الرز، ملوش تفاصيل خالص. شايف السمك كله في صوص ازاي؟ هو ده. لو بتعمليها بالسمك الكنعت اللي هو الدراك بيسموه في الخليج، طبعا مش محتاج الايه انك تشتغلي معاه زي ما اشتغلت مع الفيليه، ده بيتحمل شويه. القرفه، اللومي، قرن الفلفل الحار لو انتوا حابين. انا هعمل الدجوز دلوقتي حار، هستعين بالفلفل الحار مع الطماطم مع زيت الزيتون مع عصير الليمون مع الكزبرة الخضراء في قلب الكبة. والسلطة دي عدل الكبسة دي، والكبسة دي عدلها الدجوز. ألف أنا وشيفة اللي ياكل منها. حلو الكلام. نعمل الدجوز بالمرة علشان نبقوا فاضيين للإيه؟ للحنين كده، لأن الحنين ده فيه شوية شغل، وإحنا مع بعض نسيبه للآخر. العجينة بتستوي في الفرن والتمر بتاعنا على النار بيسيح مع الزبدة مع القرفة. نحط حبهان أهلا وسهلا اختياري. نجيب المفرمة بتاعتنا وناخد الطماطم الحلوة الجميلة مع الفلفل الحار. اللهم صل على النبي. أهو ده الجردش، هي مش محتاجة يعني الكبسة مش محتاجة. بعد بيقدم معاها ليمون، بيقدم معاها فلفل حار زي ما احنا عايزين. أهو عينيا، مش حرمك من حاجة. اختياري، خلي الطبق كده بيتكلم. تصدق فرق الموضوع؟ شفت السمك؟ شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ الله أكبر. دايما حبات اللومي أو الليمون الجاف عنوان طبق الكبسة، بتلاقيه في أي أكلة يبقى على طول كبسة. ناخد الأصفر ده كده مع شوربة الجريش، نفس الموضوع. في أكلة مشهورة جدا في المطبخ السعودي أو المطبخ العربي الخليجي خاصة في دولة الإمارات الشقيق، اسمها إيه؟ الهريس. إيه هو الهريس يا مغازي؟ والله الهريس ده اللي يعرفه أكلة قيمتها الغذائية عالية، موسوعة. وتعرفوا الشيف الشاطر أو من ست البيت الشاطرة اللي تعمل الهريس صح. الهريس عبارة عن قمح مطحون خشن مجروش بيستوي مع مرج اللحم. بعد ما بيستوي بناخد اللحم نصفيه وينطحن مع القمح ويبقى عامل زي الهريسة كده أو زي العصيدة، بيبقى لطيف جميل جدا. وتنزل عليه السمنة البلدي، ممكن ناكله على فكرة مع السلطة دي. عشان كده سموه الهريس، مهروس باللحم. القمح مهروس بالقمح. غير القرصان. قرصان الرواق بتاعنا معمول بدقيق اسمر بدل الدقيق الابيض، بيستوي في قلب اللحم. الضاني مع الخضار مع الكوسة مع البتنجان، كفاية على الكبة. ناخد الفلفل ده كده اهو، انا عايزها شوية سبايسي، معلقة كزبرة خضراء،
التوم اختياري، حطيت التوم حط نعناع مفيش مشكلة. كل ده في قلب الكبة يا عم الشيف، كل ده. مش هناكل الكبسة دي غير بالسلطة دي. زيت، زيتون، حتى زيت ذرة زي ما انت عايزة، عصير ليمون. الله اهو، كل ده يا عم الشيف في قلب الكب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكسفينيش، الله يرضى عليك. ما تضيعيش تعبي، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الكلام، شيل ده من هنا. الله، نظبط الملح والفلفل بتاعنا ونقدمها في الطبق الجميل ده كده. دي عدل الكبسة اهي زي ما هي كده اهي، من الخلاط للطبق. الف هنا وشفا زي ما هي كده. عايزة تزودي ليمون؟ اهلا وسهلا. عايزة تزودي شوية زيت زيتون؟ اهلا وسهلا، اختياري. عايزة تحط معلقة خل؟ اهلا وسهلا. نظبط الملح بتاعنا، شوية الفلفل. عايزها سبايسي حط شط، بس اكتفي بالشطة اللي انا ايه حطيتها. السلطة دي مش هناكل الكبسة دي الا بيها. الف هنا وشفا للي ياكل منها بالمعلقة كده وبالف هنا وشفا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. ده الدجوس اهو بتاع كبيس السمك او كبيس اللحم او كبيس الدجاج. نروق الطبق عشان مخرجنا الجميل ونطلع الحنين من الفرن. شفتوا خطوات العمل تمت ازاي؟ خلصت الكبسه، طبقتها، غرفتها، وعندي الحنين بيستوي في الفرن. هنطلعه مع بعض ونشوف ايه وصلنا لايه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا 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 لا، ده كلام كبير. بصوا عليها بقى، طلعوها، بصوا عليها. نروق الدنيا هنا كده. دي السرعه. على الخشبة دي طبعا وارد انك تكون استخدمت عليها حاجة، تعملي زي كده معلقة زيت صغيرة. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. حلو، ومنديل صغير. كل التركات اللي بعملها دي مهمة ومفيدة علشان تخلي الأكلة معاكي زي ما انت عايزة بتفاصيل. حلوة أوي، عشان أنا هطحن عليها الحنين مع التمر. زي الفل. طلع يا عم الشيف، إيه الحلاوة دي؟ لا ده أنا هوريك صورة أحلى دلوقتي. هطلع لك الحنين من الفرن دلوقتي وتشوف بقى السرعة بتاعت الشيف قدر يعمل صينية كاملة متكاملة. اللهم صل على النبي. أهي، شفت إزاي؟ أهي، زي ما هي كده. هناخدها في حاجتين، في سكينة كبيرة اهيت معانا. حلو، والسكينة الحلوة دي كمان. اللهم صل على النبي. ناخد العجينة الحلوة دي كده وهي سخنة اهي، طريقة أمي. طلع رغيف العيش من الفرن سخن قابب آخر الخبيز. شفتوا الأمهات بإيديها هتكسره، مفيش بقى تكنولوجيا المخرطة ولا الجو ولا الزبدة ده كده اهو، وتحط عليه السكر وبألف هنا وشفا.
حلوه سخنه، بس لازم ده يتخرط مع التمر وهو سخن. الله كفايه كفايه تعذيب وشقه. شيل دي من هنا، اللهم صل على النبي، ونخلي ده كده هنا، ونمسك دي هنا كده بالسكينه. طبعا في مطابخ تعملها كده، البعض طبعا بيعملوا زي القطايف، عارفين كلنا القطايف اهو، وهي سخنه خلي بالك اهو، ولازم نقعد عليها بالمخرطه كده لغايه لما يتهري. شفت الحنين اهو، هينزل عليه التمر دلوقتي والعسل، ويتقدم بألف هنا وشفا، بس طبعا ده بعد ما يتهرس شويه. طب احنا لو هرسنا دي يا شيف بعد ما يبرد في مشكله؟ طبعا اللومه هتجلد مننا. عشان كده انا سبتها لي الاخر لغايه لما فريق العمل يقول لي وقتك خلص، يبقى عرفنا ايه الحكايه مع الحنين. دي لما تاخد التمر دلوقتي هتتفرجي عليها. طبعا البلانشة لازم تكون نظيفة، والسكينة نظيفة، والكاونتر بتاعك نظيف، ما فيهوش لا بصل ولا توم. نجيب التمر بتاعنا اللي هي العجوة سخنة برضو، شيل القرفة بتاعتنا دي كده عشان ما تكسرلكيش السكينة، خليها هنا زين بيها الطبق. في واحدة تانية اهو نعدهم عشان ما يحصلش اصطدام بالسكينة والقرفة الخشب. ننزل بقى كده الحاجات اللي انا بقولها دي مهمة جدا على فكرة، انت ممكن تكوني ناسية بقى، تنزلي بالسكينة بتاعتك على الخليط ده كده يبقى شكلنا وحش، ايه تكسري السكينة. شفت العجينة؟ يرجع تاني للطاسة، اللهم صل على النبي. ونقلبه مع زبدة، ممكن نحط عسل، ممكن نحط سكر، ده اختياري. ده الحنين. شيل دي من هنا، وناخد اللي نزل ده هنا كده، عايزه انا ألف هنا وشفا، هو ده. حلو، ونقلب كده على النار هنا شغالة مع السخونية، ونشيل دول من هنا كده، ونحط معلقتين من الزبدة هنا، ممكن نحط سمنة بلدي اختياري. الزبدة بتسيح، بتطر اللقمة أو الخبزة أو العجينة، ولازم تتعمل بدقيق أسمر، ما نخترعش ونعملها بدقيق أبيض، لازم تاخد اللون ده كده، دي كلها طاقة. ده بعدين، الله ينور عليك يا فاروق حبيبي نفسني اهو. ليه بعدين يا عم الشيف؟ نحط شيشاء مية علشان نكون ظبطنا القوام بتاعها وشفنا متطلباتها اهو، ممكن ما تحتاجش مننا اهو. شفت اهو، شفت كل ما تتعرض للنار كل ما تتهري معاك وتبقى عجينة واحدة. الهريس نفس القصة، بياخد مجهود كبير، بس في تكنولوجيا دلوقتي، القمح يتجرش يستوي في مرج اللحم مع الجريش اللي هو الدقيق القمح، وبعد كده بينضرب في قلب الخلاط او في قلب الكبة. نجيب طبق التقديم، اللي ياكل معلقة من ده يدعي لي، انا عايز احط رشة قرفة حلوة كده تبقى لطيفة. عايزة تجودي وتعملي احسن مني، هاتي لوز وتحريه وحطيها فيها كده، اوميجا 3 يعني وداعا للزهايمر، ولادك بيذاكروا حبيبهم فيها. طبق التقديم فين يا عم الشيف؟ الف هنا وشفا، اللي هياكل منها هيدعي لي والله، دي وجبه متكامله. التمر مش محتاجين نتكلم عنه، وصى فيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الخبز اللي هو الدقيق الاسمر فيه كل العناصر الغذائية، حبوب كاملة مطحونة،
في الحديد، في المعادن، في المغنيسيوم. شيء شاء مية زي ما قال مخرجنا، بس هنا لازم المية السخنة. حلو، ما تحطيش مية باردة، خلي بالك. كده احنا عرفنا ان هي تطرى شويه تبقى زي العصيده. طبعا ده لو حد ما دخلش عليك المطبخ وبتعمليها ما يصدقش انك تعبتي فيها كده. عشان كده سبتها لي الاخر. شفت احنا بنحب الشعب السعودي قد ايه؟ ممكن طبعا ما تخش الام في المطبخ، هتعملها بتفصيل وبتفاصيل وبتكنيك عالي. الوقت وقتها هتعمل كل واحدة من الحنين دولت زي عجينة القطايف كده على حدة وتبقى رؤياه، مفيش مشكلة. ناخد ده يا عم الشيف. تتاكل باردة ولا سخنة؟ مخرجنا بيسأل. يفضل ان هي تتاكل سخنة. ممكن تزينها بشوية فستق، جودي. زوديها بشوية لوز، زودي. غير كده لا، فستق او لوز دي قيمتها. فول سوداني لا، خلي بالك ما تبوظيش الدنيا. احنا يعني بنحب نخترع. تفاصيل الحلقه النهارده بساطه، سهوله، مرونه، ولكن حب اكتر ما هو شغل. بنهنئ الشعب السعودي الشقيق بطريقتنا في برنامج اكله امي من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه التلفزيون المصري، فرحه بالفوز المنتخب وان شاء الله الفوز الكبير عن قريب ان شاء الله. وعايزين نهني كل طبعا الدول العربية بالفوز، لأن احنا كلنا على أرض واحدة اللي هي أرض الوطن والعروبة. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.